مرحبا، رجعنا وياكم بفيديو جديد. اليوم راح نسوي كيكة قدرة قادر او كريم كاراميل كيك. طبعا خليت هنا جذر صغير كوبين شكر وخليتها على النار، راح ابقى احرك بالشكر بدون اي مي ولا اي شيء، احرك بيه لحد ما يبدي يذوب وياخذ لون ذهبي. ما راح نخليه على النار حتى يحترق لان راح يصير طعمه مطيب، بس ياخذ لون ذهبي. راح اشوفكم ايش راح نسوي. هسه راح ابدي احرك بيه لحد ما يبدي يذوب، ونرجع بعدين نشوف الخطوه اللي بعدها شلون يصير اللون ويمتى راح نخليه بالقالب. اشوفكم بالخطوه اللي بعدها. هاي بدي الشكر يذوب، يصير بهذا اللون هذا ذهبي. راح اذوبه بعد كم ثانيه وراح اشيله. لا تحرقوه هواية حتى لا يخرب. مثل ما تشوفون الشكر ذوبته بوحدة، ما خليت ولا نقطة مي، وهاي بدأ يذوب وصار بهالشكل هذا مثل نشوف. نرجع بالخطوة اللي بعدها. هاي ذوبت الشكر وصار بهالشكل هذا، وعندي القالب جاهز. هسه راح نخليه بالقالب، شوفوا اللون شلون صار. اهم شيء لا يحترق الشكر وياكم. طبعا القالب بعد ما راح تخلين الشكر راح يصير كلش حار، فخليه على فوطة مبللة بمي. هسه راح اخليه بالقالب، راح نشوف شلون راح نوزع الشكر اللي سويناه كراميل. هاي خليت الشكر، وهسه راح احرك الشكر بهالشكل هذا بالقالب. وراح اعليه من الجهات بهالشكل هذا من النص. طبعا ديري بالك القالب بدا من هسه يصير حار، ف تجنبي لا تحترقين، واذا اكو اطفال بالبيت لا تخلوهم يقتربون. هسه احنا هذا كملنا الشكر، راح اتركه على جهه، راح اروح على الطبقه اللي بعدها الكيكه الكريم كراميل او قدره قادر. راح نسوي الطبقة الثانية اللي راح تتكون من، طبعا القياسات اللي دائما استعملها البنات حبوا يعرفون اللي هي هاي، ما استعمل لا كوب شاي ولا كوب حليب ولا اي شيء، اللي هي هاي مكتوبة 1 كوب، هاف كوب، 3 كوار كوب، هاي التيبل سبون والربع، كل هاي استعمل، ما استعمل غير شيء. هسه راح نبدي بالطبقة الثانية. راح اخلي 3 بيضات بحرارة الغرفة، لا تنسون أي كيكة تسووها البيض لازم يكون بحرارة الغرفة. هاي 3 بيضات أورجانيك إكس، هاي 3 بيضات. راح أخلي ملعقة فانيلا سواء كانت ليكويد أو باودر كيفكم، هاي ملعقة فانيلا. يلا راح اخليه كوبين حليب، شو راح اخليه شكر، كوب شكر، هذا كوب شكر، خلي كوبين حليب، واحد اثنين، راح اخلي ربع كوب حليب باودر
خاصة راح بالخلاط نحط المكونات مالتنا كلها. نشوفكم شلون راح نخليه على الشكل اللي ذوبناه. هاي خلصنا منهم هذا الشكل اللي ذوبناه. طبعا بعد القالب حار راح تحتاجين مصفات حتى تنخلي الطبقة الثانية. راح يكون هالشكل. تصفي حتى لا تخرب طبقة الحليب عندك من أي شوائب كانت بالخليط الحليب. راح نرجع بالطبقة اللي بعدها اللي هي طبقة الكيك. رجعنا بالطبقة الثالثة. خليت بيضتين. طبعا راح أكتب المقادير حتى تعرفوها بنات في المجان. خليت بيضتين ونص كوب شكر. إذا أخفق حتى يذوب الشكر عندي. خليت بيضتين نص كوب شكر وبدأت أخفق حتى يذوب الشكر تماما عندي. وطبعا راح أشوفكم شغلة من أقولكم لازم ننخل الطحين حتى من نسوي كيكة تنفش عندنا. مو لأنه بشوائب الطحين لا، الطحين يجي نظيف بس يجي بكتل هالشكل هذا. هذا طبعا بعد النخل. هذا نخلته مرتين بس. شنو خليت الطحين والكوكو باودر والبيكنج باودر خليتها كلها سوا حتى شنو ما اطول الفيديو عليكم. الخلطة طلع بهالشكل هذا. طلع من الطحين اللي عندي بعد النخل واللي نخلته طلع بهالشكل هذا كلش حلو. راح اخلي نص كوب زيت نباتي. هذا نص كوب زيت نباتي. راح اكتب المقادير حتى تكون واضحة عندكم. راح اخلي ملعقة فانيلا. اكستراكت فانيلا. هاي راح اخلي ملعقة. ارجع اخفق نص كوب حليب. قلت لكم نخلت الطحين والبيكنج باودر والكوكو باودر نخلتهم كلهم سوا. وراح اكتب المقادير. الطحين استعملت كوب وربع، الكوكو باودر استعملت ربع كوب، والبيكنج باودر استعملت طبعا ملعقة. هسه راح نبدي نضيف الطحين تدريجيا.
هذا خبطته زين. بعد ما راح اشيل كل الاغراض راح ارجع لكم بالخطوه اللي بعدها. هاي رجعنا، طبعا راح نستعمل سوفت بتر، فرشه راح ندهن الاماكن المتبقيه بدون يعني بعد الحليب بالزبده حتى لا تلزق طبقه الكيك عندنا هالشكل هذا. Bless you. هاي دهنت القالب عندي، هسه راح نخلي طبقة الكيك الطبقة الثالثة. كيكة كلش سهلة إذا تتبعين المقادير والخطوات. هسه الخطوة الأخيرة، طبعا أنا حميت الفرن من أول ما بديت، حميت الفرن على 350 عندي، 180 عندكم، وراح وأيضا سخنت مي حار، هاي عندي صينية خاصة بهذا النوع الكيك. حميت المي، هذا الكيك ما يصير نخليه القالب بالفرن، راح نطبخه بخار بالبخار، راح اخلي مي حار الصينية بهالشكل، صينية فرن، راح نجيب قالب الكيك مالتنا نخليه بالمي، راح ندخل الصينية كلها بالفرن لمدة 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة راح نشيل نشوف الكيكة مالتنا نطلعها، وراح ندخلها للثلاجة لمدة 4 ساعات. وبعد ال4 ساعات من نطلعها من الثلاجة راح نحلي مي أيضا ونخليه بنفس الصينية، ونشيل القالب نخليه بالصينية حتى تفك الطبقة الكراميل من جوا، حتى تنشال الكيكة عندنا بسهولة. نخليها بالمي الحار بعد ما نطلعها من الثلاجة لمدة 1/4 ساعة، ونشوفكم بعدين شلون راح تطلع كيكتنا، كيكة قدر قادر. هاي بعد ما طلعت من الفرن، طبعا طلعت كلش حلوة ومنفوشة من هسه مبين. هسه راح اشيلها من المي الحار واتركها شوي تبعد تقريبا 1/4 ساعة برا، وبعدين راح ادخلها للثلاجة لمدة 4 ساعات. 4 ساعات الخمس ساعات تكون بالثلاجة، وبعدين راح نرجع مرة ثانية نغلي مي نخلي بالصينية، ونرجع القالب، رجع القالب بس بالمي الحار حتى تفك طبقة الكريم كراميل من جوا، حتى لا تلزق لا تخرب الكيكة مالتنا من نقلبها. هسه راح ادخلها للثلاجة ونرجع بالخطوة اللي بعدها ونشوف شلون راح تطلع كيكتنا، وراح تكون تقريبا الخطوة الأخيرة. هاي ثاني يوم الصبح الساعة 8 الصبح عندي، طلعتها من الثلاجة ودا أحمي مي حتى أخلي القالب بصينية مي حارة، وبعدين راح أتركها 15 دقيقة، بعدين راح نقلب كيكتنا ونشوف شلون راح تطلع. هاي راح أخلي المي الحار راح اتركها 1/4 ساعة، وبعدين ارجع حتى نقلب كيكتنا. هاي بعد ما شلت قالب الكيك من المي الحار كل هدوء، راح افصل الكيكة ولو هي مو ملزوقة كما تشوفون بيها مجال، بس عادة تكون منا ملزوقة، فبكل هدوء راح نفصل هسه راح نحاول نقلبها ونشوف شلون طلعت.
bekledim sabaha kadar. Söyle sevgili söyle, bu aşkın sonu nereye?